بكم مشاهدينا ونتابع مع أخبار السعودية. البداية من جريدة الرياض بعنوان: الداخلية والعمل تتجهان للتضييق على العمالة المخالفة عقب انتهاء فترة التصحيح. وفي التفاصيل، واصلت وزارتا الداخلية والعمل دعوتهما لجميع الوافدين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل إلى الاستفادة من تمديد مهلة التصحيح، والتي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، والتي تنتهي بنهاية شهر ذي الحجة لهذا العام 1434، وذلك بالمسارعة إلى مراجعة الجهات المعنية لتصحيح أوضاعهم وفقا للأنظمة المعمول بها. وأكدت الوزارتان أنه بعد انتهاء هذه المهلة سيتم تطبيق العقوبات المقررة نظاما بحق أي مخالف من الوافدين والمشغلين لهم بكل حزم، ولن يكون هناك أي تهاون في ذلك. ووفقا لمصادر اقتصادية، فإن هذا التشديد والتذكير بالمهلة التي مددت في المرة الأولى في نهاية شهر شعبان الماضي يشير إلى الجدية الكاملة من الدولة نحو تصحيح أوضاع سوق العمل، وخاصة في ظل شغل عمالة أجنبية لنسبة كبيرة من الوظائف التي يمكن شغلها بالسعوديين. يعني هذا موضوع جدا مهم، أنه يكون في تشديد العقوبات، والحمد لله الدولة بتقوم بهذا التشديد، بس إحنا علينا كمان واجب وطني وأخلاقي يلزمنا كشعب أنه إحنا نحافظ على هذا البلد وعلى أمان هذا البلد، وأنه ما يكون في شخص ما يستحق الوظيفة يكون موجود. والأهم من كده نعطي فرص للسعوديين أنهم يأخذوا فرصهم في العمل في بلدهم. فلما أي شخص يكون عنده موظف مخالف، المفروض أنه هو يعني يخلص أوراقه وإجراءاته ويخليه يسافر. إذا إحنا نعرف عن من أي أحد كمان أنه في شخص بيشغله عنده مخالف، كمان لنا دور أنه إحنا نبلغ ونتكلم بخصوص هذا الموضوع. فإن شاء الله مع هذه المهل اللي أعطيت أكثر مرة يكون في تخفيف أو إزالة تماما لكل العاملين في السعودية أو المخالفين للعمل في السعودية. هننتقل إلى الخبر الثاني واللي اخترناه من العربية بعنوان: جائزة الملك عبد الله للترجمة تمنح لسعوديتين في البرازيل. وفي التفاصيل، فازت سعوديتان وسيدة مصرية وإيطالية بجائزة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للترجمة في دورتها السادسة، وسيتسلمن الجائزة في الحفل الذي سيقام في مدينة ساو باولو البرازيلية الأسبوع المقبل. ووفقا لبيان صحفي للمشرفين على الجائزة، فإن الفائزات هن الأستاذة المساعدة بقسم الفيزياء بجامعة الملك عبد العزيز الدكتورة ريما الطويرجي لترجمتها كتاب كيف تعمل الأشياء من اللغة الإنجليزية للعربية، وعميدة كلية البنات بجامعة اليمامة الدكتورة سلوى سليمان النقلي، والفائزة بالجائزة في مجال العلوم الإنسانية عن ترجمتها لكتاب مقدمة في النقد الشعري المعرفي تأليف بيتر ستوكويل من اللغة الإنجليزية للعربية. كما فازت مدرسة اللغة الإنجليزية في مصر رشا سعد زكي، والحاصلة لترجمتها كتاب الاقتصاد التطبيقي تأليف توماس سويل، وأستاذة الفلسفة العربية والإسلامية بجامعة بادوفا في إيطاليا الدكتورة سيسيليا مارتيني، والفائزة بالجائزة عن ترجمتها لكتاب الفارابي إلى اللغة الإيطالية. أوضحت الفائزات أن الجائزة تمثل إحدى آليات مبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين أتباع الثقافات ومد جسور التواصل المعرفي والإنساني بين أبناء الثقافة العربية الإسلامية والثقافات الأخرى، مثنيات على دور الجائزة في تنشيط حركة الترجمة من وإلى اللغة العربية، واختراق حواجز اختلاف اللغة من أجل رفض المكتبة العربية بالعلوم والمعارف الحديثة، والتعريف بإسهامات المبدعين والمثقفين والعلماء العرب في جميع دول العالم. هذه خطوة رائعة، وما شاء الله كل يوم بنسمع أسماء سعوديات في العالم يكرموا في جميع المجالات. فأنا سعيدة أنه في اثنين سيدات سعوديات أو سيدتين سعوديات فازوا بهذه الجائزة. أعتقد شعورهم رائع بحصولهم على هذه الجائزة، وحلو أنه يكون في تشجيع للترجمة إلى اللغة العربية أو من اللغة العربية للغات الأخرى، حتى يتعرف العالم الآخر على ثقافتنا، وحتى إحنا كمان نقرأوا بأكثر من لغة. فمبروك عليهم الجائزة، وإن شاء الله نسمع أسماء سعوديات أكثر منورة ومشرقة في كل مكان في العالم. هننتقل إلى مقال الأسبوع، واخترناه لكم من عكاظ مقال بعنوان: أهمية الاحترافية في العمل بقلم رؤى صبري، حيث قالت أن الاحترافية في العمل هي اللبنة الأولى في سبيل تكوين بيئة عمل
منتجة بالإضافة إلى خلق روح التعاون بين الموظفين، ولابد أن تكون على رأس اهتمامات مديري الموارد البشرية لأن لها مميزات كثيرة، من أهمها عدم جعل الآراء الشخصية تسيطر على سير العمل، والأهم عدم جعل الخلافات تعيق التطور والتقدم. وفي العادة جرى فهم الاحترافية على أساس أن صاحبها هو شخص يحمل مؤهلات عالية من التدريب أو أنهم أصحاب الشهادات العالية التي لا يعمل أصحابها في الأعمال المهنية. ونحن لا نقول أن هذا التعريف خاطئ كليا، بل نضيف أنه ما يميز الاحترافية هو أن كثيرا من الناس يستطيعوا أن يمارسوها ويتمرسوا عليها، وليس بالضرورة أن يكونوا غير مهنيين. للحديث أكثر حول المقال تنضم معنا عبر الهاتف كاتبة المقال في صحيفة عكاظ رؤى صبري. أهلا بك، مساء الخير. أهلا وسهلا، مساء النور، كيف حالك؟ رؤى، يعني كان مقال رائع صراحة قرأت لك إياه في عكاظ، ويمكن حلو يكون في تعريف للمهنية أكثر في مجال العمل عندنا في السعودية، فبس للمشاهدين عرفينا أكثر عن تعريفك للمهنية. المهنية أو الاحترافية؟ المهنية الاحترافية أو الاحترافية. الاحترافية في المفهوم الصحيح اللي هي تعتبر القدرة على ممارسة العمل بطريقة دقيقة، كما تنص القواعد والشروط لكل مهنة معينة، لأنه كل مهنة لها قواعد تختلف عن مهنة تانية، وبكده تميز فيها المحترف. لكن من أهم قدرات اللي يجب أن يتمرسها الشخص المحترف هو التعامل بخلق عالي، وأنه يكون بإيجابية عالية، خصوصا بالنسبة للموظفين الذين يتعاملون مع جمهور، موظفين في البنوك، الموظفين في المستشفيات، الموظفين في الشركات الكبيرة، فيجب أن يكون تبعهم يعني يتخذ مواقف إيجابية عالية عندما يتعامل مع الجمهور، يبرز بها احترافيتهم ويعكس بها على المنظمات اللي يشتغلوا فيها. فهذه هي الاحترافية، هذا هو تعريف الاحترافية. طيب رائع. هي فعلا مشكلة أنه في كثير من الأشخاص بيدخلوا الأمور الشخصية في العمل، أوقات شخص بيروح يشتغل حتى وما عنده رغبة للعمل، ما بيقدم العمل بأكمل وجه، حتى أوقات أنه كأنه يعمل ويربح الآخرين جميل عمله، ما كأنه هذا واجب منه والمفروض يعمله، بيروح يعني بيروح رائعة ومرنة مع الأشخاص والآخرين حتى يسهل أمورهم. ذكرت في مقالك أنه في اعتقاد خاطئ في المهنية، حيث أنه البعض بيربطها بالشهادات، أنه عشان يكون الشخص محترف أو متمكن في عمله هي الشهادات فقط لا غير. طيب اشرح لنا أكثر كيف ما لها علاقة بالشهادات، ماذا تتضمن أيضا؟ هو للأسف يعني كثير من الناس عندنا دحين، خصوصا مع التطور في المملكة والبعثات، وكثير من الناس حصلوا على شهادات الدكتوراه والماجستير، ومن المتوقع أن هذول الأشخاص يكونوا يتعاملوا كمحترفين، لكن للأسف كثير منهم ما هم محترفين، بالعكس نجد أنه هم قد يشجعوا الموظفين أو الناس اللي يعلموهم أنهم كيف أنهم يتجرؤوا على القواعد، أنهم ما يتبعوا القواعد، كيف يخترقوا أو اللي يسميها الشورت كات أو الاختصارات، ولا يعني ما يتعاملوا كرول مودل، يعني ما يتعاملوا كقدوة كيف يعلموا هذول الموظفين. على الطرف الآخر نجد ناس تانيين مثلا بسطاء، مثلا حاصلين على شهادات بسيطة كالدبلوم أو يشتغلوا فني أو حاجة بسيطة، مع كده يلتزم مثلا بالدقة في تسليم العمل، العمل بإتقان، إنه لا يفرق مثلا بين شخص أو آخر، أو إنه يقدم أداء عالي لشخص معين ويقدم أداء غير عالي لشخص آخر، لا يفرق، لأنه هو ببساطة أتعلم من الأساس كيف يكون محترف. خصوصا إحنا عندنا هنا نواجه مشكلة كبيرة، إنه المعارف والعلاقات والارتباطات تخلي إنه مثلا ممكن أحد يحصل على خدمة أعلى من خدمة شخص ثاني أو أسرع حتى، يعني ممكن في النهاية يحصل الشخصين على ذات الخدمة بس واحد يحصل منها أسرع من الثاني، أو أحيانا مثلا ممكن يكون في خلافات بين الزملاء أو بين بعضهم، فممكن مثلا إنه هم يكون العمل أو العملاء يكونوا هم الضحية بين هدول بين هدول الخلافات. لا وتعرفي أخت رؤى، هذا تعامل غير محترف. تعرفي هي كمان المشكلة مش بس إنه في أشخاص يحصلوا على يعني معاملة أفضل، هو في أشخاص لها الحق إنها تحصل على المعاملة يعني متساويين مع الآخرين، يعني لما أحد يخدمهم بيحسوا كأنه جميل مع إنه هذا وظيفته وهذا عمله اللي قدم، فعندنا صار الواحد يعمل ويربح الناس جميلة زي ما يقولوا يعني. صحيح. طيب كلميني عن تقييمك يعني للمهنية في سوق العمل السعودي، ماذا ينقصها؟ هل تعتقد أنه في تدريب يعني الحل لهذه المشكلة؟ هل يكون في تدريب لهذه الكوادر؟ هل يكون في مراقبة متابعة؟ ما هي الحلول برأيك؟ يعني للأسف هو فعلا يعني مستوى الاحترافية في السوق السعودي جدا منخفض، يعني لأنه إحنا نجد هذا شيء من الواقع، نجد كثير من المراجعين مثلا اشتكوا إنهم مثلا ذهبوا لدائرة حكومية أو حتى غير حكومية أحيانا، واللي هم ملتزمين بالنظام وكذا، مع كذا معاملتهم ما مشيت
طيب، او انه حصلت فيها عوائق من اي نوع. يعني حتى انا ذكرت عباره في المقال انه في ناس تقعد في الليل وتقعد تقول يا رب تسهل المعامله ويا رب تسهل لنا بولد حلال. يعني انت بتقولي ذكرتي في مقالك انه هؤلاء الاشخاص السجج يعني السجج. ايوه، ما عاد صار الناس نفس الشيء اليوم، تغيروا مع كده. تغيير الناس لا يسمح للموظف انه هو ما يكون محترف، بالعكس من المفروض انه هو يطبق الاحترافيه، لان المراجع او العميل مع الوقت يصير يفقد ثقته بالنظام، لانه الشخص اللي بيطبقه للاسف لا يطبق النظام لانه غير محترف. يعني حتى ابسط يعني الاحترافيه، الناس لما تسمع الكلمه وكذا تظنها حاجه صعبه ومستحيله وكذا. الاحترافيه حاجه جدا يعني تتمثل في اشياء بسيطه، ابسطها انه مثلا الموظف انه هو يبتسم او يرد التحيه على اللائق او يشرح للمراجع او العميل مشكلته بطريقه مهذبه. يعني هذه يعني من ابسط شروط الاحترافيه، انك تكون محترف، تتعامل مع الناس بطريقه يعني دقيقة، بطريقة كما تنص عليها القواعد والأداب وكل هذه الأشياء. رؤى، أنا يعني أنا حابة أختم بسؤال حتى يصير في وضع أنظمة وتدريب لهؤلاء الكوادر في العمل. يعني مثلا في الإمارات اللي موجود أو في دبي، ليش دائما كل ما يروح الشخص مكان يلاقي السيرفيس والكاستمر سيرفيس الخدمات عالية جدا؟ لأنه في تدريب باستمرار وفي زيادة راتب أو خصم، فهذه يمكن لسه ما صارت موجودة في العالم العربي بشكل عام. لكن إحنا كأشخاص، من وجهة رأيك أو من وجهة نظرك، كيف نتصرف مع الأشخاص اللي ما بيعملوا باحترافية أو بمهنية عالية، اللي بيتعاملوا بتعالي وعدم احترام العمل واحترام العميل؟ إيش تنصحي المشاهدين يتصرفوا في هذه الحالة؟ المراجع دائما لازم يعني يكون عارف إيش حقوقه، هو إيش حقوقه، هل هو ماشي على النظام، هل هو ما هو ماشي على النظام. حتى مواعيد مثلا الدوام حقت الدائرة هذيك اللي هو رايحها، كم مواعيد دوامه ومتى ينتهي، هل لهم مثلا قوانين شروط معينة أنهم يصطفوا مثلا في إطار معين. كل هذه الأشياء لازم يعرفها عشان هو يعرف حقوق، عشان يعرف هذا الشخص اللي بيتعامل معه، هل هذا الشخص محترف ولا غير محترف. كمان أنه المواطن مثلا ما يسكت عن حقه، يعني أنه مثلا إذا لقى معاملة غير لائقة ما يقول خلاص والله أنا كان حظي اليوم سيء وحاجة يوم ثاني يكون حظي فيها أحسن مع موظف آخر. لا، المفروض يرفع الشكوى، يرفع هذا الأويرنس، يعني إنه أنا عندي مشكلة، إنه في عندكم مشكلة أنت لازم تحلها مع موظفينكم. مرة على مرة على مرة تبدأ المكان، يبدأ المنظمة، يبدأ الأشخاص يستوعبوا إيش المشكلة ويبدأوا يعملوا على حلها. كمان أنا ذكرت إنه لازم يكون أي مكان، أول شيء يبدأ من الجامعة إنك تعلم كيف الطلبة يكونوا محترفين، خصوصاً اللي يروحوا يتدربوا في أماكن عملية مثلاً برا، لازم يشيلوا اسم الجامعة يكونوا محترفين، يجيبوا مواعيدهم، يسلموا أوراقهم بطريقة منظمة. كمان لأنه لازم يعلموا، لازم يسووا وركشوب، ورشة عمل لأي موظف جديد يتعلم فيها إيش هي الاحترافية، لأنه كثير كثير ناس ما يعرفوا أصلاً إيش كلمة احترافية. لازم يعلموا كمان الموظف إنه هذه الاحترافية مهمة بالنسبة له، تزيد الرضا عند العمل أو اللي هو job satisfaction، تخليه راضي عن عمله أكثر، تخليه مبدع أكثر، منتج أكثر. وكمان تعود على المنظمات بفوائد معينة، منها السمعة اللي هي أهم شيء في عمليات البيع والشراء وهذه الأشياء كلها. الكاتبة في صحيفة عكاظ رؤى صبري، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. يعني ذكرت الأستاذة رؤى ملاحظتين. أول شيء قالت التدريب في الجامعات، أنا لاحظت، يعني أنا كنت في الجامعة من كم سنة بدرس، لاحظت أنه في التدريب اللي بيصير في الجامعات في بعض الأحيان زي لي والعديد من الطالبات والكثير من الجامعات، وفي شكاوي حتى من الكتاب والصحفيين أنه هذه الدورات أو هذا التدريب اللي بيكون بتقدمه الجامعات للطلاب أوقات ما بيكون على مستوى عالي، بيكون بس انه في ساعات معينه لازم يعني تعمل فيها الفتاه او انها تتدرب في مكان معين سواء شاب او شابه، فما بيكون فيها مراقبه او متابعه او مبادئ للتعليم او التدريب. والنقطه المهمه كمان اللي ذكرتها انه اي شخص لما يروح اي مكان ويكون في معامله سيئه له ما يسكت، مش معناتها انه يتعامل بشكل غير لائق وغير لبق انه يرفع صوته، لانه هذا اللي بيصير للاسف في العديد من الاماكن. لا، لما يكون في مشكله او في شخص مقصر بكل هدوء ورقي الواحد يتعامل معه، واذا ما تعاون يروح يشتكي على الاداره. كثر الشكوى حيؤدي انه في النهايه يكون في حل، وخوف الاداره من انها تخسر العملاء حتخلي يكون في تطور وتحسين للوضع، لكن ما نرفع صوتنا مقابل سوء عمل الاشخاص. فقرات سيدتي مستمرة لكن بعد الفاصل، فضلا لا أمرا، ابقوا معنا. اسمها نوف، التقت أمها بعد 20 سنة من الفراق. اسمها شمس، خدعها شاب متهور وأنقذها رجل صالح. اسمها ندى أو وفاء،
لكل امرأة حكاية طموح أو دموع أو احتياج أو ظروف صعبة، كيف نجعلها تتمسك بالأمل؟ قصص سيدتي الإنسانية تنقل لك حكايات واقع صعب وإصرار على بدايات جديدة. سيدتي بعد الفاصل، عضوة بمجلس الشورى تطالب براتب شهري للطفل حتى يبلغ 18.